بفطر وفي يوم من الايام انا ما بفطر، باجي في التمرين بمرن 7 بمشي بيت بستحمى بنوم بنتظر الى يعني انا كان جاي للتمرين بشتري يعني زي موس يعني انا باكل وانا باجي في يوم من الايام انا باكل يوم من الايام انا ما باكل يعني انا شايف اكل شويه كده يعني دايس ناس يعني بس بجهز للتمرين باجي تمرين 7 ومساء يعني انا قاعد اتجهز لبطوله القدام تمارين تمرين على نجتني يعني بتمرات بتمرن كرفات بيشتغلوا 6 يا 7 كده بيجي لفتي 4 5 وبتمرات انا بتمرن يعني 300 يا كمان في 280 ده كله انا قاعد اشتغله يعني برضو ما بتعب كويس ومسافه طويله بتمرات بقوم من بيت لقاعدي في ميدان هنا جوكي لا انا قاعد اتوقع يعني انا شايف انا في كوف شويه انا قصدي يعني بكون في تخير جو يعني بكون في لكن ما مشكله انا بمشي يعني انا بلقى دفعتي هناك كمان وبنات اخواتي ليل انا بواصل معاهم يعني هم بيشجعوني كمان انا بواصل معاهم كمان وده يعني في بطوله ده انا بتمنى يعني من ربنا ندير بس الاولى يا مركز الثاني 2 دي وانا بتمنى يعني ندير نجم من هناك بالذهبيه ان شاء الله ولا انا بقول له يعني شكرا وفكر بينه ودير واحد سنه ده من جنوب عشان نمشي يشارك معاه هناك انا بقول له الف مبروك له كمان وشكرا له ولا شهوري يعني فرح انا ما فاجئ اكثر من فرح فعلا يعني انا فرحان وانا بشجع باقي ناس الفيديو هيني ده كمان يعني هم يشدوا هيلهم عشان السنه الجايه نمشوا 2016 في دوري بتاع اولمبي.